دونك كنرجعو لكم مره اخرى باش نكملوا هذا التشالنج. سمحوا لينا على هذا العطب التقني اللي وقع. السي تستافوت تحيه شخصيه ديديكاس اخويا. المهم اللي ما عارفين شنو وقع تستافوت عيط لي قال لي لايف راه كنشوفوا داكشي غادي مزيان مع قطع وهو يوقف اللايف طاح الضو على كل شيء. تستافوت كنضحكوا اخويا. تحيه لخونا حبيبنا تستافوت مول المترو ياك. بون كوراج اخي بون كوراج في التورنو الجاي ان شاء الله عارفين قداش كون حاضر. مرحبا بك اخويا تستافوت وكونفيرما لي قال لي تا يوسف الحلو غادي بارتيسيب ان شاء الله. دونك مرحبا بكم اخويا. مرحبا بكم كاملين في كلوب كليرنس كلوب. مرحبا بالجميع. انا مهدي عنده ا بي سي دونك نشوفوا جوج جوج سورمون جوج جوج سيج كونسونطرا دونك يقدر يلعب دابا البولا بول مازال ما دخلش 100% في لا كونسونطراسيون ديال لو ديفي لو جون كيضيعوا دي زوبورتونيتي لي فاسيل مي جو بونس كو نزيدو نطولو في لو ديفي غادي تكونسونطراو اكثر ونشوفو واحد النيفو اللي زايد. وا سي نورمال اخي اشرف عاوتاني الدراري ما تيلعبوش لي تورنوا ما تيلعبوش بزاف ديال لي ديفي ما تيلعبوش في دي كونديسيون لي بحال دابا لي لايف وشحال من حاجه دونك اكتسبوا الاكسبيريونس بشويه بشويه ودخلوا لي ديفي اوتوماتيك. انا كنشوف بحال دابا مهدي لو تشالنج اللي لعب البارح ما عندوش شي علاقه مع لو تشالنج اللي لعب اليوم ومازال من قدام ان شاء الله غيبدا يلعب في لو نيفو ديالو ما يبقاش ستريس ما يبقاش بزاف ديال الحوايج دونك رجعوا لو ديفي فوالا هذيك امبورشي لا نوار ديالو كيرجعوا لي دو دو تا سفيان انت هو مازال ما شفناش مي جو كوا لا استراتيجي ديال لو جو ديالو شويه اوفونسيف مهدي لا سفيان ما لاعبينش 100% دونك هادشي غادي يجي مع الوقت. لا كاس عند سفيان نبغي نشوفو شي كاس فيرم باش يسخن شويه الطرح دونك سانكيام فريم لاكاس عند سفيان نشوفو كيفاش اكزيكيتي هاد لاكاس كي امبوشي في لاكاس ديالو كاش بقى عندو لا ما جو بونس غادي يختار لي جون انا جو بونس لي روج بيسكو عندو ديك الحمراء اللي في الميليو يقدر يديكازي بها ديك الصفروج بقى نور ديك الميليو وي بوتيت حتى بلا ليكتور ديال لا طابل كتختلف من جوور لجوور. انا جو بونس كو لي جون غادي يسهلوا عليه الموريا. المشكل الوحيد اللي عندو في لي جون هي هذيك اللي ساده على لا نوار جو بونس با واش ديزا مي سينون كتبقى المساليه توجور بوسيبل. دونك جو بونس سفيان يختار لي روج كيما قلت يا اسامه كيلعب بولا بول امبوشي لا بروميير روج ديالو كي كونفيرميهم. انا من الاحسن يلعب هاد الحمراء اللي قدامو ما يلعبش الميديو دابا يخلي الكوريكسيون الا جابو فواحد لونغ يقدر يديكاجي حتى الحمراء اللي حداها في الميليو. لا الحمراء اللي حداها في الميليو واخا قريبه لا بوند مي طايحه صراحه كان معاك الحق الشوا ديال لي روج حسن من لي جون. دابا خاصو غير يتكونسونطرا شويه في المساليه ديالو دونك ماشي مشكل كتبقى عنده لوبورتونيتي مازال خاصو المهم انه يديكاجي لا جون اللي سد على نواغ منين طيح لا روج ميليو. اي 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 هو المشكل اللي درت عليه بيسكو لا طابل سي طاب ماشي بحال لي زوطخ طاب. اه بيان سور هادي لا طابل سوبريم ماتش كتبغي الصراحه بوكو دو كونسونطراسيون باش غيوسي في لي زون فلون بوش ديالك كتبغي لا بريسيزيون بزاف. دونك هنا مهدي الزهواني عندو اون اوبورتونيتي باش يرجع في ديفي
احنا ديجا ايغاليتي دونك المورال يكون شويه مزيان. دونك انا عنده واحد احسن حاجه يقدر يدير هنا هو انه يعطي هاد الصفره اللي دابا هابط عليها يخرج دو بون ديك الصفره في الميديو لا سي دي ديغاجي. كان عنده حل واحد اخر انه يضرب الصفره يطيح لا غوج ويحط البوشون من الصفر القرع لتحت دونك غادي يكون سنوك زوين و ميم طون ديفونس زوين. كان عنده 3 زون الفوق عنده جوج واحد لاصقه على الباندا وجوج طايحين بلا بول دونك جو كرو غادي يطيح و ميم طون غادي سنوكي بيسكو الصفره دابا ما عندوش ليها حل لا غي ديغاجي لي جون بيان سور جو فوالا غي ديغاجي لي جون راح المساليه عقدها شويه خاصو في الاول يفكر لا جون اللي ميته ما بين لا روج ولا نوار حيت ما هذيك لا جون اني اون بوشاب في اوكان تروز مثل في لاطاب فوالا غادي يفكر فيها في الاول غادي سموكي. دونك هذا هو الاختيار اللي قلته في الاول خاصو شي يخلي غير الحمراء دايزا. الا خلى دايزا غادي تكون اون شونس عند سفيان هذيك الحمراء ميليو دايزا ما توفقش انه يدير السناب ديالو. اذا كانت مرازيه غير شي شويه طايحه شويه مرازيه في الطرق يقدر يدخل من الجهه الاخرى. سفيان عنده ان اونغل ناتشوريل باش يخرج من الميليو مي ما كيغامرش كيخلي ديك لا غوج مسيكوريزي عليه الماتش. هنا سفيان انا جو بونس بلي عنده ان بروبليم دو ليكشور ما كيعرفش انه سويتشي بين لا ديفونس ولا اتاك كي اتاكي في الوقت اللي خاصو ديفونسي فيها و ديفونسي في الوقت اللي خاصو اتاكي فيها. بحال دابا فهاد لو كول اللي كان عنده نورمالمون خاصو يلعب ان كو اوفونسيف يطيح لا غوج ويسالي لا طابل مي ما توفقش. دونك هنا مهدي بقاو ليه دو جون غنشوفو كيفاش غادي يخرج هاد لا جون الاخرانيه اللي ميته ما مالوغوزمون ما توفقش. دونك لي دو جوور ما عرفتش علاش كيبداو فريمون داكشي اللي بازيك لي بي اللي طايحين وكينساو فين عندهم المشكل. او هنا مهدي كينتحر كيدير احسن كوف في لو ديفي كيطيح جون وغوج ونوار. دونك هاد لا بارتي هادي كيربحها سفيان لا ثروزيام بارتي. دونك ديما سفيان كيمين لو سكور ديالو كيما قلت لكم هاد لو بروبليم دو ليكتور عند لي دو جوور هو اللي كيخلي انهم كيعطيو دي زوكازيون بزاف لبعضياتهم. دونك هنايا كنشوفو لو سكور ولا 3-2 لافونتاج عند سفيان. وفي لا سيزيام بارتي لاكاس اشكون عند مهدي. دونك مهدي خاصو يدارك الموقف مازال يقدر يرجع في لو ديفي ما كاينش تقريبا كاع اون ديفيرونس كاينه ديال الفريم واحد. دونك غنشوفو كيفاش غادي يحاول ينسى هاد لا كاتاستروف اللي دار. دونك لاكاس عند مهدي جو كخوا دابا احسن حاجه يقدر يدير هو انه يفكر في كاس فيرم باش ينسى هاد لي ماتش كاملين حيت الصراحه مهدي نورمالمون كان كيدير بوكو د كاس فيرم. ما عرفتش علاش في اللايف كيتستريسا. دونك حتى في لاكاس ما توفقش دار اون فوت و سفيان شكون عنده بولين هاند. يلا نشوفوا الشوا شكون اللي غادي يتبع الشوا ديالو شنو كيقول لك لي غوج هذيك الصفره اللي حدا الحمراء لتحت ما حداها حتى شي كره ديال ديغاجمون. دونك لي غوج وهاد الحمراء اللي حدا اللي وحله بين الصفر الصفراء والصفراء وكحله ديزا اوفون. دونك الا ضرب هاد الصفره هادي دابا هي الاولى خلا واحد لونج زوين حمراء ميليو غادي يقدر يفك صراحه الحمراء. هاد لي دو بي اللي لاصقين اللي قراب لا بوند لا غوج لا جون ما كيخليو لو شو صراحه ديفيسيل حيت جوج متقافو من نفس المشكل كيختاريتي لي جون كيختاريتي لي غوج خاصو دابا يفكر غير كيفاش يديغاجيهم سيرتو كيما قلنا هاد لا غوج صراحه ديز اوفون و ديز ميليو اكو خاصو ديغاجي وي افكتيفمون. الى لعبه اوفون غادي يخلي اونغل زوين في الميليو ويدفع البوشون بين اكسيليراسيون زوينه. شكون داكشي اللي غايدير غيضرب الحمراء اوفون ويرجع شويه البوشون وغي يخلي ديك الحمراء اللي في الميليو في واحد لونغل زوين باش ديغاجي واخا غير يقيسهم زعما ما ديغاجيهمش مزيان مي بون على الاقل الا قصات تبقى دايزا باندا. دونك انا ما عرفتش فين مشى صراحه. انا غادي نزيد عقد على راسو الامور. دونك نشوفو شنو غادي يقدر يدير
فوالا فوالا حتى ميليو الا كان ديزا ميليو حتى هي مزيانه يدفع بوشهم شويه ويخلي لونجل مابوش في لي دو ترو في الميليو في الاوفون خاصو غير يتبلاصا بان لونجل اللي يمكنو انه ديجاجي لا دوزيام روج منين يلعب الحمراء ميليو فوالا اللي حاول يدير وما خلاش لونجل كيف دابا على حسب ما بان لي قبيله غادي يبقى عاوتاني يعاود نفس ليغور غادي يبقى يطيح فوالا نخلى اونجل زويون جو كخوا وي كاين لونجل كاين لونجل غادي يفورسي شي شويه لونجل ويقيس الصفرا جو بونس ما كاينش لونجل فاس لي زون بلاص اللي كيخرج بهم كيصعبوا عليه المساليه دونك هنا سفيان مازال كيعاود نفس الغلط ديال لي فريم الاولين سكو كيبدا يامبوشي الكوار اللي ما فيهمش مشكل وكيخلي هذيك اللي فيها مشكل هي الاخرانيه وكتجرب عليها الطابل في الاخر فوالا هادشي اللي باغي يدير دابا باغي يخلي لونجل الا ضربه غير سامبل يقيس على البوشون شويه ديال لا فورس نورمالمون غادي يهبط ليه البوشون دابا هو كيطونتي انه يطيح لا غوج اوفون ويخلي ان لونجل باش يديجاجي لوتر غوج ولكن نورمالمون كخاصو يطونتي هاد الفكه في الاول باش يخلي اون بيد رابيل حيت ميم سي يطيح لا غوج ويديجاجي يقد انه ما يتبلاصاش مزيان لا غوج الاخرى اللي حدا الصفرا فوالا سي في كان اوما خاصو يخلي اون ولا دو بيد رابيل فوالا اون بيد رابيل سوفيزون دونك مي المشكل عشان عنده واحد اخر في الكحله الا ضرب وما خرجتش الحمراء مزيان غادي يلقى راسو عشان نفس السيتواسيون اللي ما خايبه شي شويه دونك نشوفوا شنو غادي يدير يدفع البوش ماشي شويه ويخلي لونجل ناتشورال باش ما يكونش وي وي دابا سفيان عاد ما يفك لاغوج اللي كان عنده فيها المشكل حاول انه يدير واحد لابلاس اللي صعيبه وكيقتل لا دوزيام غوج دونك هنا سيغمون غادي نشوفو لوبورتونيتي عند مهدي خاصو غير يعرف انه يجيري الماتش ديالو دونك انا احسن حاجه يديرها هو انه يفك الصفره ديالو ويعاود يطلع البوشون جهه الصفر ديالو لتحت يعني يدوز عليها مرازي مزيان ويهبط البوشون لتحت كوم سا غادي يكون سنوك زعما 100% جو كون الا حاول انه يجيب بوشون غير حدا ديك الصفره اللي من بلاصتها في الطرق دونك ما عرفتش شنو تيشوف هنا فاش يفكر ومن الاحسن انه يفك الصفره ديالو عنده لافونتاج سي بيان انه لو جوغ ياخذوا شويه وقت ديالهم حيت شنا لي داشي اللي كيديروا زعما كاين نورمالمون في دي تشالنج عاديين بلا لايف بلا والو كيكونوا كونسونطري اكثر ما يكون ستريس سكي فيت على داك الشيء كيقلالو فوالا ما ميم فوط على داك الشيء يديروا نفس انا كيخلي ليه الحمراء بلونجل زوين باش يهبط عليها نيشان شويه ديال في كونترير ولكن لو بروبليم كما قلت لك نورمالمون انه دابا هو غادي يحاول انه يفك لا غوج لي ميتا اللي ملاصقه مع الصفره ولكن انه يكون عنده ان بون لونغل ولا يخرج ليها مزيان هادشي سي با سيغ خاصو يخلاش ان بيد غابيل شنو غاتعطيه هادي هيت اند هوب فوالا نطلب شويه ديال لاغيوسيت هيت اند هوب دونك كتبقى طايحه باندا واخا ميم سي باندا طايحه باندا مي عاوتاني عشان يطلب دابا ايما دابا تخيل معايا كون كانت عنده مثلا ان بيد غابيل مثلا شي حمراء بلاصيه في ان دي ترو فون ولا ميليو كان فاسيلمون غادي يلعبها ويخرج بهادي بان لونغل سامبل يساليها فوالا افيكتيفمون مي ما خلاش لا بيد غابيل ديالو دونك هنا تحمل لي كونسيكونس كانت لاصقه على الباندا دونك فاش ضرب الحمراء دار دابل كيس دونك دابل كيس انا عنده مثاليه ما يترددش كاع صراحه خصو تكونسونطرا شويه عندو كوار فوالا صافا صراحه دار ان شوا اللي صعيب مي متوفق انه يديجاجي لي جون ديالو اللي كانوا صعاب دونك انا غيلعب لا جون ميليو ويحاول انه تبلاصا لي زوتر او فون لا رومبلاس ديالو ما كانش فريمون زوينه دونك نشوفو هنا مهدي غير هو ما يهبطش للميليو الا هبط للميليو دابا صافي سلام فوالا دابا ملي كتهرب لك غالبا انا ما غاديش يدخل المره الاولى في الكل الاول والكو لو كو دابري كتولي غادي يفر لي كوفري وكتصعب على راسك غالبا ما غيدخلش عليها انا جو بونس غادي يدخل عليها وغادي يلعب ان كو ديفونسيف ابري اي 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 حيت الا دخل عليها غادي يهرب لي البوشون ما غاديش يخرجو كان باغي كان كيحاول انه يخرج لوتر جون ميليو ويعاود يلعب ان كو دريكوفري باش يخرج لا ديرنيير جور اوفون
مي ما توفقش دونك راه غيلعب ان كو ديفونسيف يخليها دايزا يطونتي ان سنوك ما كي توفقش فيه مي كتبقى يبقى واحد لو كول لي صعيب عند سفيان ابار انه يلعب اون بوند اوفون دونك دابا غادي يلعب حمراء غالبا غيلعب اوفون جيت الصفرا فين كاينه الصفرا ديال المهدي و بوش نمشي دو بوند وغالبا غادي تبارك لا اون بوساب زعما لا لا اوفون لا اوفون اخر دونك هادشي اللي غادي يدير جينيرالمون هادشي اللي غادي يدير الصفرا اللي حداك لا اون بوساب دونك هنا سفيان كيتسرع شوية في لا ديسيزيون اللي خدا ضيع لا روج ديالو وسهل سهل المساليه على مهدي دونك مهدي هنا كيخرج لا ديرنيير جون ديالو او فون نشوفو كيفاش غادي يدير لا ريبلاس لا نوار فوالا ان سامبل ريبلاس اوي 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 هاد لو كو هدا انا حسيت مع باش عندو امكانيه انو يضرب شويه تلف فيه مع البالماريس اللي عند مهدي مع لي نوار هاد لو كو هدا عندي فيه شويه شك اكسلون 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 دونك هنا نشوفو مهدي واش لا رياكسيون ديال مهدي مور ما طيحك حلاك مهدي غيبدا ياخذ شويه د لا كونفيونس سورتو حيد المشكل اللي عندهم مع لي نوار اون بوشا د لا نوار اللي ما كانش فريمون سهله دونك هنا لا سيزيام بارتي كيديها مهدي الزهواني و لو سكور كيولي ايغاليتي بارتو دونك هنا لي دو جوور كيناقشوا لا ليكتور ديال بعضياتهم كيناقشوا لا ليكتور كل واحد كيقول الاخر علاش خشريتي هذه علاش درتي هذه كل جوور تاعهم راهم صحابي دونك سي بيان دونك سي بيان سي بيان بحال هكا هذا هو لوبجيكتيف ديالنا من هاد لي تشالنج سي كو الدراري يتعلموا من الفوت ديالهم ما يبقاوش يعاودوا نفس الاخطاء ديالهم في لي ليكتور في ليكزيكسيون ديال لي كوف بزاف د الحوايج وكنتمنوا لهم التوفيق لو جوور مخصو عمرو ما يحكم على راسو من ديفي ولا جوج يعني ما حدو كيلعب في لي ديفي وكيطلع في النيفو بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور خصو يكون اوبن مايندد خصو يكون الا كان تيلعب بيا خصو يكون عندو ان سان فرو احسن حاجه يكون عندك لو سان فرو دونك هنا الفريم السابعه لاكاس عند سفيان سفيان ابارامون عندو ان تي بروبليم في لاكان ديالو د لاكاس خاصو يغيكلي هاد المشكل في اقرب وقت هادي لا دوزيام كاس اللي كيدير فيها إيليغال بريك كيسيدي لا مان المهدي اللي غادي يعاود لا كاس صدرك شنو احسن راس اخي اشرف اللي خلي لا كاس احسن مارك نورمالمون بالنسبة اللي كان ديال لا كاس اللي كان بروفيسيونيل اللي كيكونوا فيهم دي حاس زعما كاين الفيرول ديالهم كربون وداكشي كيكون كيجي معاهم انتي بلي مكيتبدلش يكون بحال كي ابسوربي ابسوربي الكونتاكت مع البوشوم كيعطي لا فورس شكرا اخويا اشرف على هذا النصيحه باش الناس يعرفوا ك ماشي اي كاس كاس بها بيان سور كاين لا كاس ديال كاين دي كان كي سون سبيسيال لا كاس كيكونوا في البو ديالهم زايدين على لا نورم كيكون فيهم تقريبا واحد راس واحد 560 غرام 570 غرام يعني كيكونوا زايدين بواحد 50 غرام او موان اللي كان العاديين كيكونوا تاف لو تيب ديالهم كيكون الراس لا طاي ديال الدياميتر ديالو يكون غلات شويه ويكونوا كربون حيت شويه 10 مليمتر 10 11 كاين حتى 12 على حساب على حساب على حساب مي كل ما كبرت كل ما كبر الدياميتر ديال التيب كيكون بيرفورمون كثر دونك انا مادي غادي مزيان فهاد المساليه دونك شكون غادي يلعب هاد الصفرة هادي غير شوكي في لاجون مي عاوتاني عندو مشكل ديال كيفاش انه يدوز ديك الستارة الستارة خاصها تمشي هي الاولى خاصها تبقى دونك فوالا دوطا سيغمون دوطا حيتاش الكو كان ساهل مكان صعيب ولكن ما تنساش كو مهدي انا لاحظتو كيضيع بزاف بحال هاد الكواري هادو سي كيضربهم في العظم ما كيخرجو وما كنرجعو لو بوان ديال لا طابل لا كاليتي ديالها لي فريمون واعره مي كتبغي لا بريسيزيون كتبغي لا بريسيزيون و لو جوور يكون كونفيون في لي فراب ديالو دونك بحال دابا مهدي
كيضيع بزاف بحال ليكو هاد ليكو هادو كيضربهم قراب لادوما وكيخرجوا ليه مالوغوزمون. كاين عاوتاني مشكل بالاخر عند اللعابه هو ان لا بلوبار ديال اللعابه دابا كنشوفو لي ديبيتون لي اماتور تيقول لك الا بغيتي تكون لعاب زعما تلعب مزيان ما خصكش تفكر في لونتيش, تفكر في لا تراجيكتوار ديال البوشون وفين غتخرج, هكا كتكون زعما بلوس كونفيون انك غادي تجيب كوره غادي تسالي وغادي تشكر. غير واحد كيبقى راه ديال لونبوش اللي غنطيحها ولا ما نطيحهاش السور انه ما غاديش يطيحها. هادشي كتهضر على البول اونغلي, حيت انا لي الفكره اللي عندي وعلى السنوكر مخالفه تماما لهادشي هذا. لي زونغلي كيقول لك بوت دو بول فيرست, ما كنجيني الا دخلتي طيح الكره ديالك عاد شوف شنو غيطرا ابخي. داكشي شي سونتي واحد اخر متعلمو منهم غير لي زونغلي اخي. لي زونغلي صراحه بيرفورمون بزاف في هاد لو جو هذا, في هاد لو سبور دا في الويت لا في السنوكر. مي تبارك الله ان شاء الله, مي تبارك الله حتى الدراري ديالنا دابا غاديين في واحد لا تراجيكتوار اللي مزيانه, سورتو بالنسبه للويت ولي زافور اللي كيديروا بزاف ديال الدراري باش كيزيدوا بهذا السبور هذا القدام. يعني دونك كنشكرهم كاملين حيت غير رجعوا واحد 15 ولا 10 ميم با لور لو سبور, هذا السبور هذا ما كانش بحال هكا, لا كيفاش كانوا كيفكروا فيه الناس, لا كيفاش كانوا كيبراتيكيوه. دونك دابا بزاف ديال الحوايج تبدلوا في هذا السبور هذا, و سي غراس ا دي بيرسون اللي ما قدوش نشكرهم في هذا الفيديو في هذا اللايف هذا في هذا لو تشالنج, حيت واخا نعياو نديرهم ديديكاس ونشكرهم ما غنوفيهمش حقهم. دونك نقول لهم شكرا على لي زفور اللي داروا باش نتمتعوا بهذا السبور هذا. ورجعوا معكم لو تشالنج, هنايا مهدي باقي ليه دو جون على المساليه ديالو, كيلعب لا جون او فون وكيغامر بان ريترو. انا بيرسونيلمون جو سوي با افيك لوي في هذه اللعيبه ديال لي ريبلاس افيك لي في و لي ريترو, نورمالمون كان يخرج بلا بوند شي حاجه اللي سهل بزاف. شنو بان لك اسامه؟ انا جو تروف توجور كو لي ريبلاس بلا بوند حسن, حيت لو ريترو ما كاينش تميتريزي ديجا باش تعرف البوشون فين يوقف في وسط. اي واش غيلعب غيلعب لا جون او فون. مهدي باغي يفاجئنا بشي 3 بوند ديال الخرجه 3 بوند, ما عرفتش كيفاش غادي يدير لعب, ما هو عارف باش نعبر من الفوق. لا انا جو بونس غادي يلعبها او فون. انت كيما قلت لك دونك ضرب لا جون ورجع بان ريترو وما ميتريزاش مزيان, دونك هرب ليه بوشون كثر من القياس. اي بورتون كون ضرب شويه ديال الفيم الفوق يخرج دو بوند فاس ميليو, غادي يلعبها او فون. انا غادي نشوف شنو غادي يدير في هذا لوكو هذا. او يو 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 كيلعب لا جون او فون كيخرج 3 بوند فاس لا نوار, لا نوار ديال الكاتريام فريم. او مهدي كي امبوشيها كي امبوشي دونك لو سكور كيولي 4-3 و بوغ لا بروميير فوا مهدي كياخذ لافونتاج في هاد لو تشالنج. دونك مهدي مازال ليه فريم وحده باش يربح التشالنج, ولاكاس عنده وكنشوفو كيفاش غادي يجري. مهدي اون فوا طيح ديك لا نوار اللي كانت ان بو كومبليكي صافي حيد ستريس ديال لا نوار. دابا شو سور كنت تفكر في كاس دابا كيما كانت لا نوار غادي طيحها مابقاش عندك مشكل. دونك هنايا 8ام فريم لاكاس عند مهدي الزهواني, مهدي عنده اون شونس باش يربح هاد لو ديفي هذا كي امبوشي اون روج في لاكاس ديالو. صراحه ما جو بونس انا جو بونس كو لا نوار طيح او فون باسكو غير حيد ديك لا روج اللي عنده. بونس الا يدخل على لي روج صراحه ساهلين. يدخل على لي روج هذيك اللي في مليون نيت لك قدام وحده الصفراء ضرب بوشون من الفوق ويقيس في ديك الحمراء اللي تما. ما راحتيش باللي لو ستيل دو جو ديال مهدي اليوم بلوز افيكاس على البارح. دونك لا بريسيون كتلعب دور كبير في البيار. مالوغوزمون طاح لي بوشون ميليو. دونك غتكون بولين هاند عند سفيان ومازال لو شوا.
هنا طبلا بلا مشاكل. لا ولكن لاجون لاجون اللي حدا الكحلة فيها مشكل. عنده دابا لا شانس باش انه يحط البوشون حدا الصفرة ويرجع ريترو يديجاجو بحال هاد الصفرة. الا كانت لا نوار فريمون ديزا اللي حدا لا بون ديزا اللي حيدنا لا روج دونك جو بونس الا خسر لي روج كون عنده مسالية سهلة. دونك هنايا جو بونس كو سفيان يكون عليه لو ستريس اكثر سورتو كو في لو تشالنج كامل كان كيمون التشالنج ويكون افونتاج ديال في لو سكور ودابا مهدي عنده لافونتاج وخاص اون سول بارتي على الديفي دونك هنايا كي طيح حمراء ام تي ريترو كي ديجاجي الا كان عنده دابا هنايا احسن انه يدخل في حمراء وكلا دابا صفر وكلا الى عنده لونج وكل لونج المرازي بزاف جو بونس با واش غادي تمكن منه انا كيختار انه سفيان ديما لا ميم ليكشور عنده ملي كيوحل ما كيلقاش انه ديكاجي كيبقى يطيح في الكوار اللي طايحين وكيرجع للمشكل اللي عنده عاوتاني من الاول دونك هذا مشكل هو راه كيفكر انه ديكاجي من الاول ولكن ما كيغيوسيش ديكاجمون الاول ديكاجمون الثاني صافي كيطلع ليه الدم كيدوز اون بوش ديال الكوار اللي طايحين كما قلت لكم كاينه شويه لا بريسيون على سفيان كاين لا بريسيون سورتو كو تبدلات لو سيناريو ديال تشالنج تبدل ملي نتا مهدي الكاتريام بوان ديالو دونك هنا كاينه اون جون اللي قريبه لاروج ميليو خاصو ديكاجيها وعادي يشوف المشكل ديال لاوتر جون اللي سد على النواخ افيكتيفمون كي ديكاجيها دونك هنايا جو بونس ميم سي كاين ديك لاجون اللي كترد لو جو ان بو كومبليكي هنا عنده تروا ديال الميليو بيسكو عنده صفرة تما كان ممكن انه يضرب الصفرة ويديكاجي الصفرة ديالو سو بلاص دابا دونك صراحة ما عرفتش فين غادي بهاد الشيء اللي كاين دابا اخرتها جو كخوا اون ديفونس جو بونس كباغي يطيح لا روج ديال سفيان بلاجون ديالو وغينوض لانوار وغينوض لانوار لا سي با ديفيسيل داكس اي انا كيردوا لا طاب حمراء بدا بالحمراء اللي طايحه اوفون يمشي للميليو فوالا دونك شبان لك نشوفو لابيل في هاد الديفي هذا سيب دابا هادي دابا انا جو بونس با واش غادي تو بلاصا ابخي لا روج لا ديرني روج ميليو لا جون لا بوزيسيون ديالها الي ان بو كومبليكي مع لي جون خلا لونجل شويه مزيان باش يهبط جيت ولكن ما تنساش لي جون غادي يعقدو عليه المساليه خاصو فريمون ميتريزي يوبو غادي يحاول يرد البوشون فين كاين دابا دونك لا يلعب توب سبين ويعاود يخرج بلا بونك فوالا هذا البوشون فين كاين دابا يزيد شويه كيخرج فاس فوالا فين كاين دابا احسن حاجه عاد 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 طلع النفس فوالا انت تبقى لك حلا شويه مهم تريكي بلاك تركي بلاك ما عرفتش يضرب السيك ولا ما عرفش انا جو بونس با كو غادي غير طول لاطاب جو بونس با غير طول لاطاب مساليه فريمون سهله ضرب الميليور رجع شويه ريترو حيد ديك الحمراء ديك الصفراء اللي قدامه دابا ما خصوش يلعب دابا هذيك صراحه المهم هو عارف اسم دابا شويه يلعب انا كنتفرج بيان سور راه ماشي ساهل انا كنلعب ان سنوك شي اللي قلت هدي جو بونس با كخلا بدوك لو سنوك اخر لا ولكن هو مو سي با لوجيك انه يدخل عليها وعنده هو جون واحد اخر اللي خارج عرفتش انا جو بونس كنلعب سنوك سنوك هكا جو بونس عايب بزاف يطيح بوشون الا جبنا حتى شي جوار لي بروفيسيون اللي سموكي بحال هكا عرفتي مهدي غادي يندم حيت ما دخلش على هاد المساليه هادي وكانت المساليه اللي فاسيل بزاف في ديفونسي وفين خصهم اتاكي وتعاكي انا جو كرو كتر سويتش ما بين ديفونس والاتاك ما عندهمش على الاقل مازال هذا يزا يخلي لي بوشون هاد الجهه صراحه دار ان بون شوا في هادي يلعب اون ديفونس وما عطاش قال لي بوندا او فون دونك ولا سموك
جو بونس باش غيلعب باندا اوف مون غيلعب سنوك حيت لا طابل فريمون ساهله عند مهدي. مهدي الا ضيع من يديه هاد لابارتي هادي يقد يندم عليها في لو ديفي كامل. حيت سفيان الى رجع في لو ماتش جاب لابيل وهو نورمالمون كان كنحسب راسو بلي صافي خاسر غيتلي بيغان بزاف ديال ستريس وغادي يلعب النيفو اللي مزيان. مشات لابارتي انا كنشوفو 4 4 ولا دونك هنا 4 بوين عند سفيان ومازال ما كاين لا كاسفير ما ريبيس بيسكو لي دو جوور عندهم لي زوين كنشوفهم كلهم عارف الكلوب كاين لي كاسفير كاين لي ريبيس خصهم يدري خصهم لي ادابتي المونطال ديالهم باش انهم يوليو يلعبو حتى كيما كيلعبو في ليكزيبيشن يوليو يلعبو حتى في لي تشالنج فهمتي باش يطلعو النيفو ديالهم بيسكو. هنا لابيل ولا كاس عند سفيان. سفيان جوج ديال لي كاس كيدير فيهم دي فوت كيدير ايليغال بريك كيدير دي فوس كو نورمالمون هادي لا ديرنيير شونس عندو باش يربح هاد لابارتي ما خاصوش يدير فوس كو دابا ماشي وقيتها بتاتا. درتي فوس كو اخويا سفيان واشرف لك الراس من المثال لا لا غير كاسي مزيان دابا صراحة كاس زوينة خاصو غير يدير واحد لا ليكشور مزيان و جو كخوا مسالي في لي زون ولا لي غوج إلا ضرب هديك الحمرا لي كاينة حدا الكحلة على اليسر ضربة باندا ولا اون غوبلاص الميليو لي سفيان كياخذ وقشو ماشي يشوف في الشغل اللي غيدير فريمون باغي يدير اون كاس فيغ ما باغيش يرد مهدي لا طابل. دونك كيما قلت لكم سفيان الى ربح الكاتريام بوان ديالو غادي تليبرا من ستريس. دونك انا نشوفو لابيل نشوفو كيفاش غادي يجيري سفيان هاد لابارتي كيختار لي روج كي امبوشي لا بروميير روج ديالو باش كيكونفيرمي. دونك انا غادي يلعب اون روج ميليو و غادي يحاول انه يحل المشكل اللي عنده او نيفو د لانواغ و مالوغوزمون كيعقد المسالية حيت الشوا اللي دار في الاول لا غوبلاص اللي دار ما كانش سهلة. دونك انا غير لعبان سنوك كي طونتي انه يطيح لا جون بصراحة سيتي بيان طونتي ولكن هاد لوكو ريسكي بزاف. هنا مهدي غادي يلعب لي جون كيشوف لا سيتوياسيون ديال لا جون ديالو او فون. دونك هنايا بالنسبه ليه لو جو تري بيان سيكوريزي بلا جون اللي سد على لا روج او فون. دونك غادي يحاول انه يديجاجي الاخرين اللي عنده فيهم مشكل. دونك هاد الصفرة عندو ما دايزاش هكا اشرف لي مسدود على الحمرا دونك جو كخوا كو هاد الفريم تا هو غيمشي في لا جيستيون انا ما كيديرش فوت دونك انا عنده حل واحد هو انه يطيح الصفرة يطيح الحمراء ديال يطيح الصفرة ديال مهدي. دونك صراحة هذه فكرة زوينة ما كيخلي الحمراء ديالو تما بوحدها. دونك ما الكو ديال مهدي خاصو يسالي لا طاب شفتو كو ديك لاجون يلعبها بيون بتيت كوريكسيون فوالا لاجون غادي يطيحها. جو كخوا كو غيمشي ليها دابا
الا قدر يمشي لها دابا هذيك الصفره اللي مبلاصه يمشي لها بالصفره اللي قدامها دابا كيف دايره لا طابل بديك الصفره اللي تما شنقول من هذيك صراحه انا بغيت مهدي يربح ولكن سي با كونط سفيان بيان سور بيان سور بغيت يحس باللي باللي اوفيل ديال لي ديفي اوفيل ديال لي تشالنج زعما يبغي سونتير ميو غادي يطلع النيفو ديالو سفيان هادي لا بروميير بارتيسيپاسيون ديالو فهاد لو تشالنج يتسنى شويه يتسنى شويه دونك انا مهدي طونطا انا يفك طونطا طونطا يفك لا جون و ايفيكتيفون فكا مي ما تشوفكش انا اونبوشي لا جون اللي كنلعب ما كيخليش شيكو اونبوشابل سفيان دونك هنا لا طابل فريمون فافورابل للمهدي عنده هاد لا شونس باش يربح هاد التشالنج هنا كما قلنا لا جيستيون قالبة على لي دو جوغ هنا مهدي نورمالمون عندو مساليه سهله خاص شويه ديال كونسونطراسيون و غادي يفيرمي هاد لا طابل دونك هنا مهدي يلعب غيلعب لا جون اوف فون بالنسبه ليا ما يخلي هذيك الصفرا بلاصيها نورمالمون كان كيحاول يخرج لوطخ جون ما عنده ما يدير ديك الصفرا بلاصيها ما تشوفخش انه يخرج ليها سكيفي غيلعب اي ريكوفري بلا جون اللي مبلاصيها تما خاصو يخرج لا جون اللي حداه اوفون باش ابخي يهبط لوطخ بارتي ديال لا طاب اللي فيها لي دو جون هو كيحاول يرجع ريترو انت ريترو نورمالمون كما كانش لا روج كان غيهرب ليه بوشون بزاف دونك انا لشوا اللي كيدير مهدي في لي غوبلاص ديالو فريمون كيعقد عليه لو غوبلاص كيعقد عليه مساليه غالبا غادي شوكي في الكحله دونك هنا كما قلت لكم كيعقد عليه لو غوبلاص ديالو هاد لي كونفيغوراسيون حد الان غادا نعمل لا طاب فافورابل مهدي خاصو فريمون يسيزي هاد لوبورتونيتي هادي دونك انا بالنسبه ليا عنده شوف عنده حل واحد هو انه يدخل على ديك السطيره خاصها طيح وهاد البولا بول تاعي مومنت دونك ولا يخلي اونغل شويه طالع للفوق يحاول انه يرازي رزمك كومبلي ديال لا روج ويطيح لا جون رزها اكثر من القياس وميم سي يكون طيح لا جون كان غيخلي ليه لا جون لوتر جون اون بوشابل يلا اخويا مهدي يلعب واحد البشيري طرونا يخرج من الباندا من الهيك باش يبقى مرتاح انا جو بونس المشكل غادي يلقاه في لا ديغنييغ جون باش يبغي تو بلاص سالا نواغ كيفاش غادي يدير معاها فوالا حتى ديزا جو بونس غير ديزا اوفون عند الحمراء ديزا ميليو وديزا في ميليو الاخر وديزا حتى في اوفون هي متفق معاك ولكن مع هاد لي بروبليم دو بلاص اللي كيشوف عند تاري دابايا راه تو تي بوسيبل ديفي نشوفو مهدي اوكي اون بوش على نوار فيليسيتاسيون مهدي دونك نشوفوكم في ان نوفو تشالنج ان شاء الله ومرحبا بكم في كليرنس كلوب